بطلت القراية بكري وخدمت بائع في الأسواق. هذه العباد ما يعرفوش، فريمون برافو. لا هذه ما تاخذها كما تقعد فوق الفوتوي هذه. أسوأ نهار تصوير في حياتي. من أين لك هذا؟ تلبس من أغلى الماركات، تسافر برشا، تسكن وتسهر في أرقى بلايص. تعرضت للتحرش من منتج مقابل يعطيك دول؟ أنا جاب سناخر. كف كليتو في الدنيا كيما كف كليتو من عند ياسين بن قمر. آخر تدخل تجميل عملت. أنت تعرف برشا حاجات خاطر أنت تعرف. هذيك عارف أنا ساكت وأحكي أنت. أي بابا. هذه سيرت وقت كنا في لوبيتال. هل رأى الحب سكارى؟ سكارى مثلنا. انت شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا بزن هابط هذا. سحب سامع خويا، حاجة كوميرسيال باهية هكا جيبها. هذه نحب على الكوميرسيال أنا. هذا المطلب. نعشق الكوميرسيال. هل رأي الحب سكارى يا حبي قطوس مشكارى نهزك بعيد في الطيارة ونعمي عيني إن النبارة ياه. كيفاش حسيت الكلام اللي قالوا صالح الفرزيد حبوبة حب يقتلني في فرنسا؟ اش حسيت كيف قال الكلام هذايا؟ هو ربي يهديه صالح. ما ثماش ما وقعش منه شيء هذا. معنا ليلة في فكرة سامي فهري، فنان عرف الشهرة بكر ياسر من اللي عمره 20 سنة. فيصل الصغير، سيداتي نساتي سادتي، برشا حب فيصل بغنيته الأخرى عشقك هيستوريك. مرحبا.
طيب 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 اسمعي فيصل مع فيصل ديما فرد مسكر حفله ما تكملش انترفيو ما نجموش نعملوه يا خويا كيفاش نخدموا معاك معناها كيفاش نخدموا معاك وين تمشي محبه الناس هكا اولا نشكرك على الاستضافه مرحبا بك انت وميرسي بوكو بالانفيتاسيون اول حاجه هي الجمهور التونسي عباره عن اسمعني الجمهور التونسي يحبك برشا اما انا الحاجه اللي تفرحني برشا هو وانه فما جمهور جزائري يتبع فينا فمن خيالك انت حبيت نخرج دراب وجزائر لهنا نقول لكم انا 1 2 3 فيفا لاجيري 1 2 3 فيفا لاجيري نحيو الجزائر كل من خيالك انت مرحبا بيك سي فايزل مروه بي هذه كانت الاغنيه الاخرى نتاعك عشقك هيستوري عشقك هيستوريك اللي انت كيف نفرجوا فيها على اليوتيوب كاتب وانها قصه حقيقيه. وي كانت هيستوار فري اللي كانت من كتابه حمادي. خدمناها في صافي عام. هاد الام هاد الشهر هذا وخرجت. به يبقى اسمك شيما مادامني حي في قلبي جرافي، شكوني شيما يا فيصل؟ شيما هو لو سوجي شكوني شيما يا شيما شيما سي لو سوجي سوجي كتبو حمادي هذه استوار صرات له مع الزوجة تاعو اللي الله يرحمها هو كتبها لي ما بحاليش عطاها لي سر هي توفات هي توفات له هي صادر هو قال عشق هيستوريك نبغيك ونبغيك ونقعد غير نبغيك صادر قالها سما توجور راح نقعد نبغيك كتب لها هاد لا شونسون وهذا كيما نقولها لي يقدر يأديها هو مدها لي هداها لي هدية كانت مع تيبو بالعباس اللي خدمناها الحمد لله لقيت إقبال كبير في الشارع الجزائري ولا الشارع التونسي هي الأغنية حلوة برشا والكلمات حلوين برشا أما طيحت لي الانترفيو بتاعي في الماء يعطيك صحة على خاطر انا في بالي الحكايه كيف كتبت انت حكايه حقيقيه في بالي الحكايه عشتها انت كاين دي سيجي نعيشهم احنا وكاين دي سيجي نجيبهم تعرف كيفاش نعملو تاخذش بخاطري قول لي تاخذ بخاطري باهي ناخذ بخاطري خلينا ناخذ نصلح صلح يبقى اسمك باش نفسخو شيما باش نكتب في بلاصه شيما ايش نكتب؟ ايش نكتب في بلاصه شيما ايش نكتب؟ هات اسم بركه هات اسم بركه هات اسم اول اسم يجي في بالك شنو؟ ايش نكتب؟ ياسمين 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 يبقى اسمك ياسمين مادامني حي في قلبي جرافي شد عندك يا سيدي قلبي لبسك التاج المكتوب دوماج خطفك من يدي ياسمين مشات ولا ما مشاتش؟ ما مشاتش ما مشاتش عجلت ياسمين مازالت كي غير جات ياسمين باهي ياسمين هل ترى ياسمين في حياتك اسطوره كما تقول الغنايه؟ بالك شو بالك ولا اسطوره؟ شي درك بور لو مون باسكو بور لو مون اسطوره ومن بعد ربي يعمل دالي ماشي من بعد يا رفيق راك تدلي روحي بسلامة لا أما ما ننساكش أفي ياسمين صحيحة ولا لا؟ صحيحة يظل يغاطس في الحب زي باهي استنى هل ترى ياسمين قالت لك غير الموت ما يفرقنا شيء؟ قالت لي وانت صدقتها امنت انا امنت سهدي انا امنت وانت امنت تصديقه كبير على فيصل وعلى صراحته وخويا ربي يدوم العشره ان شاء الله يا ربي يعيشك مسيح وربي يدوم العشره اما الاغنيه هذه عملت ضجه على خاطر هبطها الشاب حسام نهار قبل ما تخرجها انت هو يقول اغنيته هو وانت تقول اغنيتك انت شنو هو الاشكال اللي صار؟ هو ما كانش اشكال دونك على حسب الاقاويل تاع لو بارولي هو اللي هضر قال لك بلي انا فوالا هاد الغنايه سمعتها لواحد ايا هاد السيد هزها مدها فهمت مدها لشاب حسن
أما وصارت لك أنت نفس المشكلة يظهر لي مع شاب جليل؟ صديق هادو لي شونسون دونك كيما نقولو حنايا سوكس حنا كيما نقولو كاين في لي بارولي بزاف دونك سوا يعطيك ليك ولا يعطيني ليا هاك معايا هما بالك هما اللي عندهم الاشكالات مع لي زارتيست فهمت مي لي لارتيست والارتيست وكيما نقولو ما يديوش لبعضهم ماشي درك انا نسمع حسام غنى غنايا راه رون هزا سي فري بدينا كنا في مع الاول كي بدينا البدايه تاعنا كنا نعاودو الغنى مي في بور لو مومو رانا نكتبو رانا نسيو كيفاش نحوسو على لو سوجي كيفاش واضح من اكبر لي سوكسي نتاع نتاع سي فيصل كذابة ولا نغال؟ نجم نسمعه كذابة؟ تحبوا نسمعه كذابة؟ كذابة فيصل الصغير بليز نسمع في خسارتي أنا شغلية آه ويل 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 فغسلها روطار ولا غالب مني شدار ينبغيها سحر الدين كدابة سي كدابة لعابة سي لعابة ربي 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 وكلها ربي 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 زادت سيادبي أنا
باهت في حاجه في نفس الوقت حاجه مستغرب منها ومحليها زاد على خاطر ان رفيق مستانس بالسكسي تاعو عندك مده وين تمشي تعبي المسارح في تونس وفي الجزائر سكسي كبير في تونس سكسي كبير في الجزائر في المغرب زاد في بالي عندك الحمد لله ان غران سكسي اما فيك برشا تواضع وحاشم يكونش عليك في برنامج مواهب معناتها انت راك فيق راك ستار سي فيصل معناتها راك ستار هي بالك بالك ميزه من الميزات اللي خاصه بي انا فهمت هي بالك ميزه اللي حبوها بالك الناس فيها انا هي اللي تواضع و... لا يا خاطر والله محليك معناتها ملي جيت وانت هكا دوبك دوب روحك والجمهور الحقيقه ما ريتش برشا ضيوف فرحوا بهم كما فرحوا بيك ربي يخليك صافي كيزي ربي يخليك وبارتو معناتها وين تمشي انا شفت تصاور معناتها نتاع الحفلات نتاعك شيء كبير انت تو عمرك 22 سنه السكسي الكبير وقت عرفت قداش عمرك السكسي الكبير صافي 3 ans 3 سنين ايه وكيفاش حسيت الدنيا تبدلت عليك؟ سي فري شويه برشا مش شويه نسيو كيفاش نقولوا شويه نقنع في روحي نقنع في روحي كانت هكا في ساعة شنو اللي يجيك في بالك من ايجابيات وسلبيات السكسي اللي يجيك في ساعة في ايجابيات وفي سلبيات بيان سور في اي دومين في اي طريق الايجابيات نقولوا نعرفوها السلبيات شنو اللي يقلقك في السكسي؟ بالله قلت النوم ما تروحش للدار ما تشوفش داركم بزاف تغيب تولتون الدار ماكش تولتون في الدار ما تشوفش الاصدقاء ما تشوفش الاقارب كاين حوايج بزاف يا سمعي اما الباقي كله اما الباقي بكل الحمد لله هما كيما نقولوا الشيء المليح هو كيما راني نحكي لك فيه ما كانش واحد يكون في داره ولا قدام داره ولا قدام باش نعملوا انترفيو صحيح ولا غلط صحيح ولا غلط انت ولد قسنطينة وي صحيح تغني ملي عمرك 9 سنين وي حرقت لفرنسا وروحوا بيك لا دخلت تسجل في استوديو عمرك 15 سنة صحيح؟ صحيح توقفت بتهمة السياقة في حالة سكر لا لا اكتشفوك الناس تغني مع الشاب العجال في عرس صحيح وكيفاش كانت الحكاية؟ كانت الحكاية كنت في ليدي بيتي كنت صغير لا معناتها فما بروديكتور غادي ولا كيفاش؟ نو ماشي بروديكتور كان صاحبي فؤاد الانجليز لا بروديكسيون تاعي في اليوتيوب احنا اللي درنا بدينا احنا من الاولين اللي جابوا الفكره تاع انك تغني وامام طون واحد يصورك ولا هكا تعطيها للناس الناس تقبلوها الجمهور تقبل هذه الفكره الحمد لله لقينا الحمد لله امك مش موافقه على دخولك للفن موافقه ربي يفضلها لك بطلت القرايه بكري وخدمت بائع في الاسواق ايه هذه العباد ما يعرفوش فريمون برافو معناتها بعت الخضره وحملت وكذا وعملتهم الكل وعملتهم الكل وهذا شيء تفتخر به تتمنى الغناء مع حسين الجسمي وي وعدت شباب قسنطينه الرياضي بغنايه سي فري وقتاش هالغنايه وقتاش كانت العام اللي فات كانت سما كيما نقولوا حنايا ليكيب تاع الولايه اللي ساكن فيها انايا دو شامبيون بطوله الجزائريه اللي نقول لهم كلشي مبروك كنت وعدتهم وكان الوقت ما حالفنيش باسكو ما كنتش في أراضي الوطن كنت في ليترونجي مي الغنيه ان شاء الله فيها الغنيه جايه ان شاء الله يا رب سرحت انت وانك متاثر برشا فنانين شنو تحب تاخو من شاب حسني؟ شنو كانت فما حاجه تحب تاخذها منه تعجبك فيه؟ تواضع 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 عندك تواضع ما شاء الله منه ادينا احنا منه خذيته به من شاب خالد موش متواضع برشا شيخ خالد الحقيقه معناتها ما هو خيره الناس اما موش متواضع برشا ماهوش لو كينغ شحال بتاخذ من عند لو كينغ ما تقدرش ياخذ لا كوغون انت لو برانس وبالك تولي لو كينغ ومن يدري قالك تاخذ فكره هكا ولو كان فكره من الافكار هو عنده افكار بزاف باهي تو انت كيف قلت على شيخ خالد لو كينغ تصور الشاب مامي موافقه مامي تصور شاب مامي موافقة ولا واحد مالك واحد أمير أنا مش دخلني في النص شمامي تكنيسيان تكنيسيان؟ تكنيسيان هنا معناتها صوت يدوخ معناتها ايه انسان عنده دي كاباسيتي بزاف اللي القليل اللي يقدر يقلدهم ولا يأديهم واضح ايه باسكو انا قلت لك واحد مالك وواحد امير واضح قادر الجابوني اي صديق شنو تنجم تاخذ منه ما تقوليش قصه شعره ماشي قصه شعره المؤتمره تاعو والخدمه تاعو سيريو
انسان سيريو في خدمته ما يرقدش على خدمته، انسان يحب ديما يحارب ما يحبش كشغل، لازم ديما يحارب في الغناء. رشيد طاهر يرحمه. رشيد طاهر يرحمه. شو تحب تاخذ منه؟ عن كنيدي. شنو اللي يعجبك فيه؟ أكثر حاجة تعجبك في رشيد طاهر؟ بس أنا ما عرفتوش أنا رشيد طاهر هذا. رشيد طاهر ما عرفتوش؟ ما عرفتش. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي؟ أنا هذا ما عرفتش. ما تعرفهاش غريب؟ نعرفها كلهم ما نعرفهاش، نحن عرفنا على خالد. لا. لا جينيراسيون تاعي. والله ليه نتاعو هو. على بالي أنت ما تعلم، على بالي. مي حنا قلت لك لا جينيراسيون تاعنا احنا عرفنا هاد لا شونسون على خالد. مش مشكل. فما غنية واحدة أخرى الجمهور التونسي يحبها برشا بخلاف كذابة. اللي هي كسيري فونس. اللي هي شنو؟ وحشتك انا فايسل الصغير. شكرا. وحشك انا يا عمري بغيت نشوفك طال صبري طالت عليا غيبتك يلي بغيتيها ديلك انا بخاطرك يا عمري يا عمري ما انا ما انا ما توحشك انا يا عمري بغيت نشوفك طال صبري قالت عليا غيبتك اللي بغيتيها اللي كان خاطرك يا عمري يا عمري
شوف 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 ترى وحدكم اكابيلا او احلى جمهور احلى جمهور واحلى فيصل الصغير تشبيهه كبيره ربي يخليك ربي يخليك شكرا ميرسي بوكو Thank you.